العشرات من المراكز الرياضية والمنتديات الشبابية في محافظة النجف والتي ترعى الآلاف من الرياضيين باتت مهددة بالزوال بعد قرار حكومي بإغلاقها واستثمارها في مشاريع أخرى منها المقاهي والمطاعم. تفاجأنا، جاءنا أمر من أخلاء المنتدى، أخلاء المنتدى ليش يحولون مستثمر إلى كوفي شوبات؟ هاي الرياضة ما تفيد. احنا قبل فترة سواء مظاهرات هنا المنتدى النجف هم غصبا علينا خذوه مستثمر وموقع من امر قاضي وخذوه علينا. الناشد يسوي وزير شباب الرياضه، الناشد المحافظ يقولون وين نروح احنا؟ وين نروح؟ جاءنا خبر من المدير بين اخلاء النادي راسا بيومين او ثلاث ايام. الغراض اللي لهم للقاعه ياخذون يسحبوهن، والغراض للنادي اللاعب ياخذن. يعني ما ثواني، يعني يوم يومين جينا للنادي أكثر القاعات فرغين. الرياضيون والمدربون يرون أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 والأحزاب الفاسدة التي حكمت البلاد همشت قطاع الرياضة وكان آخر همومها ما أدى إلى تراجع مستوى الرياضيين المنافسين في العراق. صار وزير شباب الرياضة عبد الحسن عبطان أطل المراكز الشباب بالعراق كله بما فيهم هذا المركز الولاد باللاعبين الأبطال، انطاهن استثمار. شنو الاستثمار؟ يسوي والله كوفيات. هذا الاستثمار عندنا البائس، بدل أنت ما تسوي منشآت رياضية تعطي الاستثمار اللي أشخاص ذات قرابة لكم للأحزاب مالتكم وإلكم كعلاقة شخصية. عندنا فئات عمرية، عندنا لاعبين الأصغار، عندنا بقية الألعاب مستعدين إلى بطولات وبطولات دولية، لاعبين منتخب وطني. وين يتدرب هذا؟ انت من تطلعني وين اتدرب؟ اكو بديل؟ وين اروح؟ منتدى صار لنا احنا سنين اللي انا وانا خاص من 2008 مرتاد بهذا المنتدى. اصوات المعترضين على ازاله مراكز الرياضيين والمنتديات كثيره، تؤكد وجود ما تصفه بالمؤامره الكبيره، لكن احدا لم يسمع هذه الاصوات حتى اليوم. نطالب المدعي العام بالعراق ورئيس مجلس القضاء الاعلى تدخل وحسم ملفات الفساد. الاستيلاء على منتديات الشباب ومنها منتدى شباب الإمام علي مخالفة بالتصميم الأساس. بالثمانينات تم إحالة هذا منتدى شباب مخصص بالتصميم الأساس وليس لأغراض استثمار وإنما لخدمة الشباب. عملية فساد كبيرة للاستيلاء على الأراضي وطرد الشباب، وهي مؤامرة كبيرة لنشر المخدرات والكريستال والقضاء على الشباب. وإلى أن تسمع أصوات مأساة الرياضيين في العراق والتي تتفاقم يوماً بعد آخر، تبقى الرياضة إحدى ضحايا الفساد الذي طال جميع قطاعات الحياة في هذا البلد.